لا تقتصر معاناة السوريين إزاء استمرار الحرب الدائرة في بلادهم على القتل والدمار والتشريد والنزوح والخراب، فما أن تهدأ حركة الطائرة في السماء ويأمن المدنيون غائلة القصف والاستهداف حتى ينتشروا في الأسواق والمجمعات التجارية كي يسعوا لتأمين قوتهم وقوت أطفالهم. وفي بلد كانت الدولة متحكمة بأسعار صرف العملات الأجنبية وقابضة على السيولة النقدية فيها، أدى انهيار أسعار صرف الليرة السورية أمام العملات الأجنبية ولا سيما الدولار الأمريكي إلى تدهور الأوضاع المعيشية لمن بقي صامدا في سوريا، فتضاعفت معاناته بعد تراجع القيمة الشرائية. الدولار في آخر فترة يعني منذ 3 أيام أو 4 أيام يعني وصل إلى حد لم يصل قبل هذه الفترة، وهذا شيء أثر على الحركة التجارية، أثر على المدنية، أثر على الفقراء، صار في جماد في المنطقة. يعني سابقا قبل الارتفاع كان في حركة في الطعام، في الشراب، في المواد الغذائية. ما يصفه الاقتصاديون بالانهيار المريع لليرة السورية أمام العملات الأجنبية ولا سيما الدولار عزز من سرعة وتيرته الانسحاب الروسي من سوريا، ففي بلد ترتبط فيه السياسة بالاقتصاد أدى الانسحاب المفاجئ لمعظم القوات الروسية إلى تراجع القوة الشرائية لليرة السورية ليلامس حدود 500 ليرة مقابل دولار واحد. ارتفاع الدولار هذا ما عاد يقدر يستهلك أي مادة، وهي نفترض البندورة أرخص مادة هي البندورة، يعني كانت 70-80 ليرة يتحملها المواطن العادي الدرويش، هلا ما فيه يستحمله. باقي الخضار كلها يعني المواطن العادي ما عاد يقرب عليها، صار عنده شيء اسمه هذا وباء إنه، فيعني الدولار أثر كتير عليه. معظم السوريين في الداخل لا يزالون يتعاملون بالعملة المحلية ويستلمون بها مستحقاتهم الشهرية، ما أحال الأخيرة إلى أثر تذروه الرياح في بضعة أيام. أنا باخذ راتبي بالسوري أقارنه على الدولار ما بكفيني أعيش فيه 4 أيام 5 أيام. وإلى أن ينقشع الضباب عن حل سياسي للأزمة السورية، يبدو أن معاناة المواطن العادي سوف تستمر وتتفاقم وسط لا مبالاة النظام وعجز المنظمات الدولية عن إيصال المساعدات الضرورية للمدنيين.